هاي، ازيكم؟ هتقولي لي انا قاعد هنا ليه؟ انا قاعد هنا علشان مستني ميعاد الطياره بتاعي صراحه، ومش عايز امشي، مش عايز اروح استنى في المطار. فقلت اجي اقعد هنا في كابيلي دي سيركس لغايه لما ميعاد الطياره يجي، وبعد كده كان في حد قبل ما اجي كان بيقول ان في البلاد الاوروبيه، يعني في الغرب عموما، يعني ان هما ما عندهمش حياه. يعني ايه؟ يعني بيخلص شغله يروح او يخش البار يشرب حاجه، بعد كده يروح، وبعد كده في الويك اند بيسافر او بيفضل في البار يرقص ومش عارف ايه، وبعد كده يروح، وبعد كده بينام، وبعد كده بيصحى، وبعد كده بيتضحك. فبرضه الاسطوره ديت اتلغت خالص، مش موجوده، ما فيش الكلام ده. لندن شغاله اماكن معينه طبعا، شغاله 24 ساعه زي عندنا. يعني احنا مش اكيد مش هتروح مثلا في قلب المعادي وتلاقيهم شغالين 24 ساعه، انما في اماكن شغاله 24 ساعه. هنا نفس الحكايه، في مناطق شغاله 24 ساعه، ممكن تخش تعمل اي حاجه، تاكل، تشرب، تخش ترقص، تخش تعمل اي حاجه اللي انت عايزه. وهنا الاجانب عادي، يعني اهل البلد عادي بيخلصوا ويخرجوا ويتفسحوا وياخد الأسرة ويروح يتغدى ويرجع، أو لو هو سنجل بيروح بيتعامل. مفيش أسطورة إن هو لا، ده بيخلص شغله ينتحر ويصحى تاني يوم من الانتحار يروح الشغل وبعد كده يقوم ينتحر والجو ده. مفيش، ما لقيتش حاجة زي كده. بالعكس، إن هما عندهم حاجات تخليهم مشغولين أكتر من عندنا بكتير. الاكتيفيتيز اللي بتتعمل، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا الباركس الموجوده، الجناين الموجوده كلها، جناين في كل حته، كل جنينه فيها حاجات تتعمل، العروض، المسرحيات عندهم هنا ما فيش عندهم مسرحيات زي عندنا، اللي هو اهلا سيكو سيكو، ما فيش عندهم مسرحيات زي عندنا. لا، المسرحيات عندهم معظمها او تقريبا كلها ميوزيكال روعة. أنا دخلت واحدة اسمها ويكد، مسرحية اسمها ويكد. لا، أنا كنت في عالم تاني، عالم تاني. عندهم دايما مطاعم، عندهم في مولات، في شوبينج، في كل حاجة. بلس بقى إن في أكتيفيتي بتاعت الأسر، في حاجات للأطفال، في حاجات، الكلام ده كله إحنا مفقودينه في مصر، ما عندناش. إحنا آخرنا نروح مول العرب، نروح سيتي ستارز كده، هي خلاص الخروجه قضيت، الحمد لله. عايزين حاجه تانية؟ اكلت كنتاكي خلاص، مفيش اكتر من كده. بس لا، واضح ان في اساطير كتيره احنا كنا بنسمعها عن الغرب. انا طبعا ما قعدتش فتره كبيره، ففي حاجات كتيره ما قابلتهاش. الدنيا هنا غاليه قوي، دي حاجه غاليه غاليه. انا مثلا لما كنت عشان اروح من الفندق لحاجة كنت بركب الاندر جراوند، كنت بدفع لي حوالي خمسة جنيه استرليني. 5 جنيه استرليني ده يعني بتتكلم 70 جنيه عشان اركب مثلا زي من سكنات المعادي للتحرير، حاجة كده غالية. وده عشان كده عاملين الموضوع الاولاني اللي انا قلت لكم عليه ده، زي الدعم كده. يعني انت لما توصل لاماونت معين، بس انا ما اعرفش الاماونت ده ايه، في حد قال لي 13 جنيه استرليني في اليوم، في حد تاني قال لي 9. بس هي تقريبا هي مش معروفه، هي متحدده بالزونز. انت لو عديت كذا زون كده خلاص انت ما بتتحاسبش تاني، تفضل طول اليوم ما بتتحاسبش. والدعم ده بيستفيد بيه اي حد، سائح، مصري، هندي، صومالي، بريطاني، اي حد بيستفيد. اشتري اويستر كارد ده وعيش حياتك. فكل حاجه المعيشه غاليه. انا ما اعرفش طبعا الايجارات هنا عامله ايه او القرايب، بس اكيد طبعا غاليه جدا. يعني حاجات بسيطه جدا، وارقامها كبيره. يعني بغض النظر انت هتسمع ايه، اشتري دي ب 10 دولار ماشي، ايه يعني 10 دولار سوري، تسمع اشتري دي ب 10 جنيه، بس تيجي تسمع رقم 10 جنيه لا، رقم قليل، يلا طب اخش اشتري، تيجي تبص ايه ده 10 جنيه دي يعني 120 جنيه لا مش هشتري انا ميداليه ب 120 جنيه ليه انا اشتري جاكيت مثلا اعمل له 6000 جنيه يعني، مع ان الرقم هنا تلاقيه رقم بسيط، يعني ده فيه الرقم ده عندنا في مصر. بس لا، الدنيا غاليه، اللبس غالي،
مواصلات تانية. الأكل هو اللي رخيص، الأكل رخيص يعني. أنت ممكن هنا تقعد في أحسن مطعم، أحسن مطعم تقول لك مثلا ب 6 7 جنيه، وفي حاجات طبعا بتطلع ل 20 و 30 جنيه. بس يعني أنا أقصد المتعارف عليه الرينج بيلعب من 6 ل 15. ده اللي أكتر حاجة يعني الأفريج بتاع المطاعم هنا كلها. وفي طبعا بقى الحاجات اللي هي كنتاكي وبيتزا وبرجر كينج، الحاجات دي. شكرا.